بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا امتحان الغربية من كتاب جيم للمراجعة، أو من كراسة جيم للمراجعة أو للامتحانات. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا السؤال الأول دايما معانا في الامتحان، السؤال choice number one choose the correct answer from A B C or D. He felt lonely، يعني بيشعر بالعزلة، and space after his mother had passed away، بعد ما مامته passed away يعني مرض. هنا miser sadness happiness miserable. طبعا هنا lonely and miserable يعني البؤس، اللي هي letter D. Number two, have you finished writing the essay space? I have. You finished writing the essay space? You are very quick. طبعا هنا بيأكد إن الفعل تم حدوثه، فطبعا إيه؟ Have you finished writing the essay already? طبعا الفرق ما بين already و yet، إن yet بتيجي في السؤال بتستفسر عن الشيء، أما already يد بتيجي للسؤال، أما يد بتأكد حدوث الفعل، يعني بتأكد إن الفعل تم حدوثه، وده من باب إن هو إيه تأكيد على الفعل. Number three, his father pays him a good job as an accountant. His father found, wanted, found, wanted في الباست الماضي، has founded يعني أسس. طبعا هنا number three. His father found him a good job. وجد ليه عمل كويس as accountant. طبعا find ما تنفعش مع his father، لأن عندنا his father مفروض أقول finds، يعني لو حتى الفعل مضارع his father finds him. وطبعا هنا number B و D معناه يؤسس، ما هو مش معناه إن هو يؤسس، هو وجد عمل ليه. You need more space to achieve more progress. You need more practice. Practice يعني عايز تدريب أكتر. Practice اللي هي النون بالسي، أما لو الverb practice يعني يتدرب. Number five. At a new school it's easy to feel space, but life will get easier soon. At a new school في مدرسة جديدة، it's easy من السهل to feel comfortable, stressed, comfort, fun. طبعا هنا it's easy to feel stressed يعني من السهولة ان انت تشعر بتوتر، لان طبعا ده بيكون مكان new for you يعني جديد عليك. But life will get easier، ولكن الحياة بعد كده بتبقى ايه easier soon يعني اكثر سهولة. Number six. She ran up the space route to the castle. She ran up the gravel road يعني الطريق الممتلئ بالحصى. Gravel road يعني طريق ممتلئ بالحصى. Gravel road. In space time I will travel to London. In two weeks اللي هي S. In two weeks اللي هي letter D. طبعا هنا in two weeks اللي هي letter D. In two weeks time. طبعا عشان ما فيش عندنا ما بينهم داش، ففي ابوستروف ايه مفعول تو ويكس جمع، وعشان كلمة تايم لما نشوف كلمة تايم او اور وجاي وراها قبلها مدة زمنية، فالمدة الزمنية بيبقى فيها ابوستروف اس الملكية، وطبعا ابوستروف اس لو هي مفرد، اما لو جمع فبنحط ابوستروف فقط، زي هنا ان تو ويكس عشان كلمة تو لويكس، فطبعا بنحط ابوستروف فقط. امتى بنحط بنضيف الابوستروف اس من غير طبعا بنضيف ابوستروف اس وليس ابوستروف، لو في داش ما بين تو وويك، لو في عندنا داش فاصلة ما بين يعني شرطة بينهم كده اصبحت دي صفة، ولكن دي صيغة بلورال جمع عادي. ان تو ويكس تايم صيغة الجمع ويكس في نهايتها اس، حطينا الابوستروف فقط. The severe drought يعني الجفاف الشديد has space groups throughout the area. Interrupted يقاطع developed
يطور died يموت endangered يعني مهدد بالخطر. طبعا endangered يعني مهدد بالخطر بسبب الجفاف. To be space agriculture must provide the farmer with a living. To be sustainable, sustainable يعني مستدام. طبعا هنا a farmer with a living يعني must provide the farmer يجب ان هي تزود او توفر للفلاح a living يعني او تزوده ب living اللي هي الحياة. I space lunch at home yesterday. I haven't lunch. I haven't lunch. ولا I used ولا I didn't have. طبعا I didn't have lunch الجملة النيجاتيف I didn't have lunch at home. طبعا ما ينفعش نقول haven't أو hasn't أو hadn't من غير ما يكون وراها تصريف إيه، من غير ما يكون وراها تصريف تالت. مفروض عايزين نقول haven't, haven't eaten, haven't haven't had for example أو hadn't had. لكن وطبعا used هنا ما ينفعش أقول I used إلا ما أقول I used to have. يبقى معنى كده ان الاكسبريشنز دي كلها اخطاء. فالصح عندنا I didn't have lunch at home yesterday. وطبعا عندنا كلمة yesterday اصلا ايه بتدل على الماضي البسيط. It wasn't polite of him to interrupt what I space. يعني مش من الادب ان هو يقاطع what I was saying. I am saying I will say ISIS. طبعا هنا لو جينا نبص ان sentence number 1 او الجملة الاولى او الجزء الاول منها it wasn't polite يعني ماضي، يبقى مفروض ان الجملة كانت ايه في الماضي ايضا. يبقى it wasn't polite of him to interrupt what I was saying. ماذا اقول او ما اقوله. Doctors space after patients in hospitals. It's their job. Doctors الاطباء look يعني يغلق. Looked يفحص. looking look طبعا هنا بيفحصوا المرضى. طبعا دي فاكت حقيقة فطبعا هنا look وليس looking. doctors look after patients in hospitals. it's their job دي عملهم. طبعا عشان it's يعني دي فاكت حقيقة فاستخدمنا look. number 13 you must protect the data on your laptop against. يجب ان انت protect the data ان انت تحمي الداتا البيانات on your laptop على اللابتوب بتاعك against hacks. hacks hack ولا hacking ولا hacker. طبعا هنا against hacking من اللي هو الاختراق. يبقى تحميها او تحمي البيانات اللي على الكمبيوتر on your laptop against hacking. You are no more than a space who frightens people online. أنت مش أكتر من إن إيه بتخوف الناس أو بتثير الرعب عند الناس أونلاين. سايبر بولينج اللي هو البرامج الخبيثة. سايبر بولي سايبر بولي طبعا اللي هو الشخص نفسه. فيشينج اللي هو تصيد الأخطاء أو اللي هو الاحتيال على الانترنت. تيرور يعني يرهب. طبعا هنا سايبر بولي يعني متحايل على الانترنت. I think he's based for not drawing the assignment اللي هو الاسايمنت التقويم. I think he will be punishing. He is punishing. He will be punished. طبعا انا اعتقد ان هو will be punished يعني سيعاقب. طبعا هنا الجملة passive مبنية للمجهول لانه مش هيعاقب نفسه. someone else will punish him عشان كده جملة I think he will be punished هو سوف يعاقب على انه ما عملش شيء. there is space party next week. everything is arranged. مشوف مجرد ما اشوف كلمة arranged يبقى مين، يبقى عندنا present continuous مضارع مستمر. يعني ايه مضارع مستمر؟ يعني am is are زائد الفعل زائد I إن شيء. وفي نفس الوقت كمان دي حفلة والحفلات أو المناسبات الاجتماعية بنعبر عنها بال present continuous بالمضارع المستمر. بالنسبة لسؤال fill in the gaps with a suitable word. I miss my hometown أنا افتقدت موطني.
very much. It's years since I space went there. Since I last طبعا since I last went there طبعا دايما since ممكن يعني مش دايما في كل الجمل بس معظم الجمل مدة زمنية محددة بعدها ماضي بسيط والماضي البسيط ممكن يجي معاه كلمة last زي المثال اللي قدامنا I last went there. I also miss living space our house very much. I also miss living ممكن أقول in our house أو at our house ممكن أقول in أو at in our house أو at our house peace and quietness السلام والهدوء space disappeared from my life طبعا هنا have disappeared الحاجتين طبعا انت أو اختفوا من وجودنا اللي هو peace and quietness from my life space I left the town طبعا منذ أن غادر طبعا ايه since I left طبعا عندنا مضارع تام وبعدين ماضي بسيط يبقى since لو جينا نبص عندنا على سؤال الباسج القطعة read the following passage then answer the questions وهنأجب على الأسئلة bullying can take a variety of forms يعني التنمر بياخد أشكال متنوعة from the verbal being called hurtful names من الألفاظ اللغوية اللي بيطلق على أسماء hurtful يعني جارحة to the physical being killed للأشكال الجسدية being kicked اللي هو الركلة as well as indirect forms كأمس أيضا اللي هو الأشكال الـ indirect الغير مباشرة such as being excluded from social groups يعني اللي هو حظرك من مواقع أو من جروبات اجتماعية a survey I conducted with Irene Whitney found that in Britain primary schools up to a quarter of pupils reported experience of bullying which in about 1 in 10 cases was persistent طبعا يعني من حوالي مجموعة من الأولاد في مدارس في بريطانيا بيكون عندهم نفس حالة اللي هي أو التنمر there was less bullying in a secondary schools there was less bullying يعني بيكون أقل تنمر في المرحلة المرحلة الثانوية أو المدارس الثانوية which in about 1 in 10 cases there was less bullying in secondary schools with about 1 in 25 suffering resistance bullying يعني من تنمر دائم but these cases may be particularly rebellions يعني متمردين أو بيقوموا بثورات على المدرسة أو الطلبة bullying is clearly unpleasant يعني سلوك غير صار and can make the child experiencing it feel unworthy and depressed يعني بيشعر انه غير جدير بالاهتمام and depressed ومكتئب in extreme cases وحالات حادة it can even lead to suicide يعني يؤدي الى الانتحار though this is thankfully rare وهذا يعني الحمد لله يعني أو بدرجة شيء جيدة غير نادرا victimized ضحايا pupils are more likely to experience difficulties يعني يمروا بصعوبات with interpersonal relationships مع علاقات interpersonal يعني غير شخصية adults مع الكبار while children who persistently bully are more likely to grow up to be physically violent يعني ما بين الأطفال طبعا ده بيكونوا أصلا بطبيعتهم بينمو على العنف الجسدي and convicted of antisocial offenses وطبعا لا بيحترموا من لا يحترمون اللي هي القوانين أو الأوفنسز السلوكيات الاجتماعية Until recently, not much was known about the topic and little help was available to teachers to deal with bullying. يعني قريبا ما كانش أصلا يعرفوا أو في طرق متوفرة للمعلمين في التعامل مع الطلاب المتنمرين. Perhaps as a result, ونتيجة لذلك, schools would often deny
the problem يعني كان بتنكر هذه المشكلة. There is no bullying at this school يعني لا تنمر في المدرسة. Has been a common refrain يعني كانت إطار شائع. Almost certainly all true برغم من كل ذلك كان حقيقة. Fortunately more schools are now saying معظم المدارس الآن تقول there isn't much bullying here يعني لا يوجد الكثير من التنمر. But when it occurs ولكن عندما يقع we have a clear for dealing with it فبيكون عندنا وجهة واضحة للتعامل معه. Teachers space know how to deal with bullying but now they do طبعا في الماضي ما كانوش بيعرفوا يتعاملوا مع اللي هو البولينج ولكن الآن استطاعوا. طبعا teachers في الباص يبقى teachers didn't have to or didn't know teacher didn't know. Being space is an indirect form of bullying. Being called hurtful names, being kicked, being excluded from social groups, being slashed. طبعا هنا being excluded from social groups ذكرت القطعة طبعا ان هو كونك مستبعد من جروبات اجتماعية. Children experience extreme case of bullying may commit يعني الطفل أو الأطفال اللي بيمارسوا حالات شديدة من التنمر ربما يؤدي إلى سوسايد اللي هو الانتحار. سوسايد قلنا اللي هو الانتحار. أما ثيفت السرقة تولرانس اللي هو التسامح بالانس العنف. A recent survey found that in Britain secondary schools are there was طبعا أقل عنفا bullying than in primary زي ما احنا ذكرناها طبعا هتبقى ايه less يعني أقل. Answer the following. Scan the passage for a word which means performance يعني كلمة بتساوي كلمة performance يؤدي طبعا كلمة سهلة جدا جاء من كلمة اللي هو كلمة ايه اللي هي عندنا في الباسج performance طبعا يؤدي بتساوي في المعنى اللي هو لو جينا نبص عندنا هنا a survey I conducted طبعا هنا كلمة conducted يبقى كلمة conducted بتساوي كلمة performed طبعا ننقلها تحت. بعد كده question number 23 what would you do if you were bullied إلا تعمله لو انت what would you do if you were bullied لو انت bullied يبقى هنا السؤال بيقول لنا what would you do if you were bullied يعني لو انت حد ساء او تنمر عليك what would you do ماذا تفعل. طبعا هنا for example as a student in secondary school لو طالب في المرحلة الثانوية مفروض school teachers يعني يخبر معلمين المدرسة or my parents او والدي طبعا to stop this bullying on me أو ليقف هذا التنمر. How do you think bullying can affect children؟ إزاي التنمر ده بيأثر على الأطفال؟ طبعا may lead to many troubles ممكن يؤدي إلى many troubles. طبعا جاب لنا هنا في الباسج feel unworthy and extreme may lead to suicide, thankful or victims and so on. فطبعا هنا لو احنا جينا نلخص how do you think bullying can affect children to be depressed ممكن يبقوا to feel angry بالغضب and disappointed محبطين or بالغضب ممكن يبقى or depressed او بالاكتئاب. طبعا ده كله بيترتب عند الأطفال من أثر التنمر. بالنسبة لترانزليت انتو انجليش يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك لكي تنفع نفسك وبلدك وفعل الجاد هو السبيل الوحيد للنجاح في الحياة. طبعا يجب عليك يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك to you should do there you should do your best طبعا هنا لكي تنفع نفسك to benefit yourself لكي تفيد نفسك to benefit yourself وبلدك and your country and
يور كونتري وبلدك and your country. فعل عمل get طبعا هنا فعل عمل يبقى as hard work as hard work leads to success leads is the only way أو ممكن نقول as hard work is the only way to success is the only way to succeed to succeed in life to succeed in life. بالنسبة لي translate into Arabic tourism is extremely necessary for Egypt. إن السياحة ضرورة جدا أو ضرورية أو ضرورة هامة طبعا extremely للغاية إن السياحة ضرورة للغاية for Egypt لمصر because it creates فهي تخلق أو توفر job opportunities وظائف عمل and brings hard currency وتجلب العملة الصعبة to the country للدولة. مرة تانية إن السياحة is extremely necessary ضرورة للغاية for Egypt لمصر because it creates job opportunities and brings hard currency to إن السياحة هامة للغاية لمصر لأنها تخلق فرص عمل وتجلب العملة الصعبة للدولة. وطبعا من هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.